إنها الثلاثينيات، وأفضل لاعبي كرة قدم في العالم نمساوي الجنسية. يستطيع بالكرة أن يؤلف ألحاناً رائعة في الملاعب الأوروبية. عندما بدأت كلمة المجد تكتب في سجل قدره الموسيقي، اعترضت الفاشية طريقه. أولاً موسوليني، ثم هتلر. سيكون التمرد بمثابة معزوفة الموت الخاصة به. في الوقت الذي حجبت فيه رائحة بارود الحرب الكبرى كل روائح أوروبا الجميلة، بدأت في شوارع فيينا الضيقة مسيرة أحد أفضل اللاعبين في التاريخ. بدأ ماتياس سندلار أولى خطواته في كرة القدم مع فريق هيرثا فيينا، لكن المجد سيطرق بابه في نادي أوستريا فيينا، حيث سيفوز بثلاث كؤوس وطنية. في سن 23 كان قد بدأ اللعب مع المنتخب الوطني النمساوي. كان طويلاً ونحيفاً، وكانت حركاته الأنيقة تبدو وكأنها جزء من مقطوعة موسيقية. وهكذا اكتسب لقب موزارت كرة القدم. كان أسلوب الكرة الشاملة الذي يعتمده الفريق الهولندي البرتغالي، والذي سيفاجئ العالم لاحقاً، قد ولد قبل ذلك بكثير داخل المنتخب النمساوي في الثلاثينيات. عندما يعين هيوغو مايزل مدرباً للفريق النمساوي، يبدأ بتنفيذ أفكاره على أرض الملعب. الاستحواذ على الكرة والضغط الكبير على الخصم، الضغط وتمرير الكرة، الضغط وتمرير الكرة. لا يعرف مايزل أنه سيذكر لاحقاً في التاريخ كرائد للمخطط التكتيكي WM، القائم على ثلاثة مدافعين ولاعبي خط وسط وخمسة مهاجمين. كان يطلق على فريق مايزل لقب الفريق العجوبة بسبب مهاراته الكروية الرائعة. في أوائل الثلاثينيات يصبح منتخب النمسا قوياً في أوروبا، ويهزم اسكتلندا بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء. كانت هذه بداية سلسلة من الانتصارات، إذ سيسجل الفريق العجوبة 5 أهداف ضد ألمانيا في مناسبتين مختلفتين، ويتغلب على المجر بفارق كبير. كان الفريق يلعب بأفضل إمكانياته. بعد ظهر ذلك اليوم يسجل موزارت كرة القدم سندلار 3 أهداف، ويشترك في تسجيل 5 أهداف أخرى. في ذلك الوقت كانت المقالات الصحفية تقيم أداء اللاعب بإعطائه رقماً، ولم يكن الرقم 11 كافياً حتى. إنجلترا قبلة كرة القدم. لم يسبق أن سجل أي زائر أكثر من هدف هناك على الإطلاق. في عام 1932 يقف مايزل وسندلار بشموخ في لندن. في أداء بطولي يسجل الفريق النمساوي 3 أهداف ضد فريق إنجلترا، لكن مخترعي هذه الرياضة ينقذون الموقف في الدقيقة الأخيرة ويفوزون بنتيجة 4 أهداف مقابل 3. عصر ذلك اليوم سجل سندلار 1 أهداف فريق الأعجوبة. يقول الحكم المرموق جون لانجنس الذي كان يشاهد المباراة في لندن: كان الأداء عبارة عن قطعة فنية. بدأ سندلار من وسط الملعب، وبتميزه الذي لا يضاهى تجاوز كل اللاعبين الذين تصدوا له، وأنهى هجمته بتسديدة قوية داخل الشباك. لم يستطع أحد فعل ذلك ضد إنجلترا من قبل، لم يفعل ذلك أحد من قبل، ولن يفعل ذلك أحد أبداً. بعد 54 عاماً سيسخر لاعب أرجنتيني قصير القامة من نبوءة ذلك الحكم، وسيحاكي أداء سندلار في مباراة متلفزة أمام العالم بأسره عصر يوم حار جداً في مباراة ضد منتخب إنجلترا أيضاً على أرض ملعب أستيك الأخضر. يقترب موعد كأس العالم في إيطاليا لعام 1934. الفريق العجوبة وفريق الدولة المضيفة هما أفضل مرشحين للفوز. خلال مباراة ودية قبل بداية بطولة كأس العالم، يلعب المنتخبان في تيورين، ويفوز منتخب النمسا 4 أهداف مقابل 2. لقد أوضحوا للجميع أنهم لم يذهبوا إلى أرض موسوليني لمجرد المشاركة، إنهم هنا للفوز بالكأس.
لكن الأمور لن تجري بالسهولة التي توقعها سندلار ورفاقه خلال كأس العالم. في أول مباراة لهم تفاجئهم فرنسا وتسجل هدفاً مبكراً، غير أن سندلار ينقذ الموقف ويسجل هدف التعادل. يذهب الفريقان إلى الوقت الإضافي وتتمكن النمسا أخيراً من التغلب على الفرنسيين لتتأهل إلى الدور الثاني. ستحتاج النمسا إلى بذل مجهود آخر للفوز على المجر في الدور ربع النهائي، وسيدفع الفريق الأعجوبة ثمناً باهظاً مقابل هذا الانتصار الأخير، لأنه خسر الكثير من اللاعبين في مباراة نصف النهائي ضد إيطاليا. الجميع في المدرجات يهتف بأن الفائز سيكون البطل، لكن الطقس لا يسعف الفريق الأعجوبة، فالطين يغطي الملعب بسبب الأمطار الغزيرة، ما يصعب على فريق مايزل اللعب بأسلوبه المعتاد الذي يعتمد على التمريرات السريعة والقصيرة. وكان لويس مونتي يلاحق سندلار كظله بسبب الأسلوب العنيف للاعب خط الوسط في الفريق الأزرق والحكم المتساهل. لم يستطع موزارت لمس الكرة إلا نادراً. في ظل إعاقة حركة سندلار بارتكاب أخطاء ممنهجة، تسجل إيطاليا أولاً في الدقيقة 19 عن طريق إنريكي غوايتا، وتنتهي المباراة بهدف مقابل لا شيء. على الرغم من ضعف أداء نجم الفريق النمساوي، يتمكن اللاعبون من صنع الكثير من الفرص للتسجيل، لكن حارس المرمى الإيطالي جان بييرو كومبي يتصدى لها جميعاً ويصبح المسؤول عن إقصاء الفريق الأعجوبة. في ميلان في 3 يونيو عام 1934، بدأت الفاشية تلقي بظلالها على أفضل لاعب في العالم، وظلت تضطهده حتى يومه الأخير. مغطاً بالطين من رأسه إلى أخمص قدميه، يتوقف موزارت كرة القدم عن الكلام. مع مرور السنين يبقى الفريق الأعجوبة قوياً. في عام 38 يقترب موعد بطولة كأس العالم في فرنسا، ويتمكن المنتخب النمساوي من التأهل من دون صعوبات، لكن أدولف هتلر كانت لديه خطط أخرى. في مارس من عام 38 تغزو ألمانيا النمسا وتحولها إلى مقاطعة أوستمارك في الرايخ الثالث. هتلر الذي حرص على أن يكون القائد الذي يفتن الجمهور يريد فريقاً يستطيع الفوز بكأس العالم. يعطي أوامره بتجنيد جميع اللاعبين في الفريق الأعجوبة وإجبارهم على ارتداء الزي النازي. ورغم أن سندلار كان يبلغ من العمر 35 عاماً، إلا أن سحره لم ينطفئ. لكن موزارت كرة القدم يشمئز من النازيين ومن تصرفاتهم القمعية، لذا يرفض اللعب مع فريق الرايخ الثالث متظاهراً بأنه مصاب. لكن فكرة تخطر ببال هتلر، يريد أن يلعب الفريق الأعجوبة مباراة وداعية ضد الفريق النازي، وسيطلقون على المباراة اسم مباراة الدمج. هذه المرة يقبل سندلار الدعوة. يتلقى النمساويون تعليمات واضحة، يجب أن يفوز الفريق الألماني. خلال الشوط الأول يراوغ سندلار ويترك اللاعبين الألمان في الخلف طوال الوقت، وحين يصل إلى منطقة المرمى كان يرجع إلى الخلف أو يركل الكرة إلى خارج الملعب عن قصد. خلال الشوط الثاني لا يعود قادراً على كبح الغضب الشديد الذي كان يشعر به. يظهر نجوم فريق الأعجوبة تفوقهم وكبرياءهم بالتسجيل. يسجل كارل سيستا وسندلار هدفين مقابل لا شيء. ومع احتفاله بهدفه وقلبه يخفق بسرعة كبيرة، يتخلص موزارت كرة القدم من عبء التظاهر بالضعف الذي كان يثقل كاهله، ويبدأ الرقص أمام المقاعد المخصصة للمسؤولين الألمان. وستكون هذه بمثابة معزوفة موته، آخر مباراة سيلعبها أفضل لاعب في العالم في حياته. خارج الملاعب يستصعب سندلار العيش تحت ظل نازي يلاحقه في كل مكان.
يهيم يائساً في الشوارع التي شاهدته يوماً وهو يؤلف ألحانه الرائعة على أرض الملعب. وفي عصر يوم بارد من شهر يناير عام 39 يلتقي سندلار ببعض الأصدقاء في فيينا التي بدت عجوزة. يلعبون البوكر ويثملون وكأنهم يعلمون أنها ليلة الوداع ويرفعون نخب الأيام السابقة الجميلة. تلك الليلة يشرب آخر كأس نبيذ له مع حبيبته كاميلا كاستانيولا ويخلدان إلى نوم هانئ لا يعلمان حينئذ أنهما لن يستيقظا أبداً. تتعدد الروايات حول وفاة سندلار، لكن في الحقيقة يعرف الجميع أن النازيين هم من قتلوا موزارت كرة القدم.